الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك الله سيدي العزيز. الله يسلمك اخوي كريم، تفضل. الله يسلمك سيدي. سيدي انا منتسب بالرد السريع. اهلا وسهلا بك. وبيك. نقلت للدفاع المدني في بابل. نعم. 2019 في شهر 12. نعم. بقى راتبي على الرد السريع الدور، ترقيت في شهر 7 2020 من عريف الى رئيس عرفة. نعم. وراتبي بقى على الرد السريع، ترقيت في شهر 1 2021. نعم. من رئيس عرفة الى مفوض هم، وراتبي على الرد السريع. نعم. تنقل راتبي. النقل راتبي شوكت في شهر 7 قبل 4 أشهر، النقل من الرد السريع للدفاع المدني. زين. نعم. الفروقات مالاتي داز تفاصيلها كاملة هناك موجودة يعني بالرد السريع. نعم. اجى كتاب رسمي من الوزارة يقول انه قبل شهادة اخر راتب يشدوا الرد السريع، بعد شهادة اخر راتب تشد الي الدفاع المدني. نعم. حاليا خاطبت كافل يعني كامل التفاصيل، طيب الرد السريع ما قاعد يشدوني، واحد يحولنا على الثاني او الحسابات يعني موضوعك ضمن إدارة الرد السريع؟ نعم موضوع ضمن حسابات الرد السريع. حسابات الرد السريع. اخي العزيز، احنا راح نادي لك السيد مدير شؤون الرد السريع العقيد فليح المحترم، وكذلك السيد مدير الإدارة في الرد السريع، أبوابه مفتوحة ودائما ما يؤكد على هذا الموضوع. بس انطينا اسمك. احنا اسمك انطينا اياه، راح نادي لك السيد العقيد وتتوجه الى مقر فرقة الرد السريع. اي والله سيدي ما قاعد يستوجب الحسابات يعني قاعد اقول لك. اعطينا اسمك الكامل. المفوض عباس وهاب عبيد. عباس وهاب عبيد، منسوب لواء الاول فوج الثالث سابقا. لواء الاول فوج الثالث. اسمع النداء. اي والله حسابات الفرقة الرد السريع ان شاء الله. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخلية في الرد السريع العقيد فليح المحترم فيما يخص موضوع المتصل المفوض عباس وهاب عبيد منسوب اللواء الأول الفوج الثالث، موضوع ضمن حسابات الفرقة، تدقيق موضوعه وإبداء المساعدة له. سلمت؟ نعم سيدي، تأمر واضح، راح يتم إشارة سيدي عن طريق الجهاز الأخر. حاليا اتصال هاتفي من السيد مدير شؤون الرد السريع العقيد فليح المحترم. صباح الخير سيد العزيز. صباح الله الخير. سلام عليكم. أهلا بك سيدي. عليكم السلام سيد العزيز. الله يحفظك. الله يحفظك سيدي. فيما يخص المنتسب عباس وهاب عبيد. نعم. هذا أصلا منقول ومنطينا شهادة آخر راتب. بالتأكيد. عنده مشكلة. حسب إجابة مدير الحسابات في الفرقة. نعم. وأما فيما يخص الفروقات. نعم. تم مطالبتي بجلب كتاب من حسابات الدفاع المدني ليتم التأكد هل تم استلام الفروقات من قبله من ذيك الدائرة أم لا. بالتأكيد. والآن بانتظار كتاب ليتم تسليم الفروقات على حسب الأصول. شكرا سيدي، كذلك تسجيل اسمه ضمن استعلامات القيادة واستقباله. احنا منتظرينه وخليجي. أهلا وسهلا. شكرا سيدي العزيز. شكرا لمتابعتك. شكرا لك سيدي. أهلا وسهلا سيدي العزيز.